ليش عاملين؟ طبعا احنا الشرطه نعرف ليك احسينهم مخبيينهم اربع شجرات حد بعض. تقدر كمية الحطب المتاخد مش أقل من 100 طن. الأماكن اللي هي صار فيها المجازر بعيدة شوي عن الضيعة، يجي عصابة منظمة ما بعرف انتمائها شو، يجيبوا عمال سوريين. بس نقص يبطل يفرخ حدا شيء، يعني هايدي انقرضت المجزرة اللي أثرت إنه عم تنقبع شجرة عمرها آلاف السنين. نحن بنراقب وبنرصد وبنبلغ الدولة.